طبعا صاحبي اللي لازم تراجي سي معكم مجدي تراوي ومدرب المساعد التراجي. فيه ما فيش تمارين الفريق هوني الجاي تراجي اللي حاب يقعد في الاوتيل يبقى انه لعب بالكاس العربيه اللي نساس بالملعب يعني خير باش يكونوا في الاوتيل. ما فيش تمارين سي باش يكون معكم سي مجدي يعني ما فيش تمرين هو ماهوش اوبليجيشن ماهوش اي حاجه لازمه يعني التراجي لعبت في الكاس العربيه مستانسه بالملعب ولكن الصحافه والاعلام يعني اهم هي تشوف الفرقه أنا. ده يعني ده البروتوكول المعروف نعم ما جاء امور طارئه ما كانش مبرمجه انا غالبا امور طارئه المدرب خير باش يكون في الملعب في النظم يكون تمرين يعني برضه دعنا يعني نسجل اعتراضنا على هذا يعني. تفضل مع العفو تفضل مستعد للاسئله تفضل ولا في اسئله؟ سلمى عادل اسد تي في البطوله العربيه التي اقيمت في مصر كانت على الملعب ده فهل شايفين ان ده شيء ايجابي بالنسبه لكم؟ غير كده شايفين ان في ثقه في التصريحات اللي بتطلع بالفوز على النادي الاهلي والتسجيل هنا فيعني سبب الثقة دي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم قبل كل شيء مرحبا بكم. تينا الملعب اللي لعبنا فيه كأس العربية نعرفوه منيح هذا الشيء اللي زاد خلانا ناخذوا راحة اللاعبين قبل كل شيء عندنا ملعب في النزل نتاعنا كنا نعرفوا الملعب اللي لعبنا فيه ثلاثة أربع مباريات في الكأس العربية مش باش يزيدنا حتى شيء اليوم كيف باش نتمرنوا نتمرن في الملعب هذا نزل بعد يمكن 40 دقيقة على الملعب فخيرنا كل اللاعبين يكونوا موجودين في النزل للراحة أكثر لأن البارح كانت سفرة طويلة بالنسبة للاعبين فماذا بينا نكون اللاعبين ياخذوا جزء من الراحة وتعرف يعني ديما التمرين الأخير قبل المباراة ما يكونش فيه تكتيك أو حاجات كبرى حاجات خاصة هكا حاجات صغيرة للاعبين فنجم نقوم به في التمرين الموجود في النزل هذاك علاش ما تنقلناش اليوم للملعب لكن التصريحات اللي حكيت عليها انت اللي هي قلت فيها ثقه مفرطه الكل بالعكس يعني التصريحات اللي كانت رد على تصريحات اخرين اللي كانوا موجودين بالنسبه للنادي الاهلي اللي قلنا احنا مش في احسن حالنا من الترجي وكنا متعودين بشيء ذا بالنسبه لنا احنا النادي الاهلي ديما يقعد فريق كبير مهما تكون الظروف الموجوده ولا يمر بها يعني بالعكس يعني ديما مباراه بين الترجي والاهلي تكون مباراه حماسيه باش تكون مباراه بين زوج فرق كبار في افريقيا لازم نحن نكونوا مركزين كما يلزم باش نجم نتعداو الاهلي يعني ما فماش تفوز مباراه قبل ما تلعبها الملعب ما فماش لازم تلعب مباراه تكون جاهز في الملعب باش نجم تفوز بها. تفضل. سؤال ثاني. يعني عاوزين نعرف هل التشكيل اللي جاي بيه الترجي هل هو ده التشكيل الامثل ام في غيابات في بعض اللاعبين؟ لا يعني اللعيبه الكل الحمد لله يعني جاهزين عندنا 20 لاعب معانا كلهم قادرين ينجموا يكونوا في التشكيله الاساسيه باللاعبين بتاعنا الكل ما فماش غيابات تذكر لكن يوم المباراه ان شاء الله التشكيل اللي باش ينزل اللي باش نشوفوه نحن كيطار فني اللي هو قادر باش يعطي الاضافه للتراجي وقادر انه يفوز في المباراه هذه ان شاء الله يكون موجود في الملعب واليوم ان شاء الله في التراجي يعني الحاجه المتميزه كانوا عندنا يعني لاعبين المستوى نتاعهم متقارب برشا يعني اذا كان لعب لاعب او لاعب ثاني فالمستوى يكون متقارب ونجموا يؤديوا الدور اللي نحن نطلبوه منهم هذاك الشيء اللي لازمنا في الترجي وان شاء الله اللاعبين يكونوا جاهزين غدا 100% خاصه على المستوى الثاني باش نجموا نعطيه مباراه ممتازه ونراوح نتيجه ايجابيه اللي بيسهل لنا ان شاء الله مباراه العرب ان شاء الله. اخر مباراه للترجي في الدوري المحلي لم ترضي طموحات جماهير الترجي وهما في قلق بسيط في هذه المباراة بتقول ايه لمناصري فريق الترجي بعد المباراة لما لم تعجب مناصريكم في الدوري المحلي وانتم بتقابلوا فريق كبير فريق بطولات يعرف معنى البطولة الافريقية هو فريق النادي الاهلي. صحيح فريق النادي فريق كبير ترجي كيف يعرف تاريخ البطولات الافريقيه وفوزنا بعديه البطولات الافريقيه هذا شيء ما نشوفوش فيه زوج فرق كبار لكن الشيء اللي تعدى به الانديه الترجي خاصه على مستوى المباريات ومستوى التشالنج اللي تعدى لمده 6 اشهر يعني فوز بالبطوله ثم
يعني المجموعه اللي جينا فيها في دوري الابطال كانت مجموعه قويه، معناها بحامل لقب اللي هو سان داونز وفرق اخرى كبيره خلتنا نقوم بمباريات كبيره جدا، عكس بعض الفرق الاخرين اللي جاوا في مجموعات بين قوسين نوعا ما سهله. لكن نحن من اول مباراه لاخر مباراه للدور هذا اللي نحن فيه مع الاهلي، كذلك الاهلي فريق كبير زاد باش نقابلوه في الدور النهائي، مباراه الكل كانت مباراه من حجم كبير، النوع الكبير اللي باش يخلينا قمنا بعد مجهود بدني وذهني كبير برشا. ثم جات البطوله العربيه بعد الدوري التونسي اللي فزنا به، جات البطوله العربيه كيف كيف فرق كلها مهتمه وتشهد على البطوله العربيه وشوف الفرق اللي موجوده، فكيف كيف اللاعبين يعني مشكورين على المجهود اللي قاموا به باش وصلنا باش هزينا البطوله العربيه. لكن بعدين دخلوا مع المنتخب، تعرف الترجي فيه 8 لاعبين موجودين مع المنتخب الوطني التونسي، مباراه مصيريه باش نترشحوا بها كاس العالم الكونغو ذهاب واياب، كيف كيف فالضغط كان كبير برشا على اللاعبين تاع الترجي التونسي. الشيء هذا شفناه في المباراه الاخيره في الدوري كما تفضلت سيادتك وقلت، اللي اللاعبين حسيناهم ذهنيا كانوا يخموا في مباراه الاهلي، يعني هذا الشيء شفناه في الملعب، حاولنا نصلحه قبل اسبوع في المباراه كإطار فني، حبينا نحفز اللاعبين لان المباراه نعرفوها باش تكون صعبه على المستوى الذهني، يعني اللاعبيه كانوا اذهان كانت متجهه نحو مباراه الاهلي، ف نوعا ما فازوا بالمباراه قبل ما يلعبوها في الدوري التونسي، فالشيء هذا كنا نعرفوه، لكن سوء الحظ طحنا فيه، ولكن الحمد لله فزنا بثلاث نقاط اللي يخلونا دائما في الطليعة في الدوري التونسي. وماذا تقول للمناصرين؟ مناصرين شفناهم ديما ورانا دائما يعني موجودين، شفنا العدد الكبير اللي كان موجود في القاهره المده الاخيره، يعني دائما معودين بالشيء هذا، معودين انه يقفوا مع فريقهم، فنعدهم باذن الله ان شاء الله الفريق مش خايبهم كالعاده، وان شاء الله نقوم مباراه كبيره ونفرحوهم ونراقبوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. ما شفت 40 دقيقة بعيد الملعب ونعرفوه لعبنا فيه الكأس العربية براتيكمون ترو ماتش لعبنا فيه، دونك والملعب موجود في زاد في النزل، والحس اليوم معناها الأكثرية معناها باش نعملوا حاجة معناها دي بالاريتي وكل ما فماش تكتيك ولا حاجة كبيرة، دونك أنا بريفيري باش نلعبوا ترتاحوا، ما نعملوش ديبلاسمون تاع 40 مينوت و 40 مينوت روتور، باش نترينيو في الملعب اللي موجود في النزل. دونك كيما قلت لك حصه خفيفه ماهيش حصه كبيره، خلينا خمنا في الملعبيه وراحه الملعبيه اكثر شيء. خاصة بيت الملعب سمعنا البارح يعني بيت الفني شكر برشا بيت الملعب اللي موجوده في النزل المقيم فيه. صحيح مش بعيده معناها براتيكمون نفس نوعيه العشب نفس لي كونديسيون اللي موجودين هون، والحاجه الباهيه اللي نعرفوه كيما قلت لك الملعب هذا لعبنا فيه مباريات نتاع كاس معناها البطوله العربيه، معناها ما فماش حاجه تخلينا معناها باش نعاودوا نرجعوا اليوم لهنا، كل شيء متوفر غادي في النزل كيما قلت لك، خاصة راحة اللاعبين معناها 40 دقيقة ذهاب و 40 دقيقة عودة، الشيء هذاك خلينا باش نشوفوا راحة اللاعبين أكثر وندربوا في النزل. الأمور النفسية لعبت دور كبير برشا، برشا تكلمت على ثقة المفرطة بالنسبة للترجي، حتى الصحفيين الموجودين في مصر قالوا الترجي يعني بحث المباراة قبل ما يلعبها، كيفاش تحاولت بعد الملعبية على الضغط النفسي هذا خاصة؟ والله الشيء هذا متعودين به يعني صراحة كل مباراة مع الأهلي نفس الديسكور ونفس الكلام يتقال اللي الترجي ربح الماتش قبل ما تلعب وكل شيء، معناها الدوامة هذيا دائما موجوده معناها ديما نلقاوها مع خاصه كي نلعبوا ضد الاهلي، الشيء هذا معناها عرفناه ومانيش ماخذينه بعين الاعتبار، نحن علينا التركيز كله على رواحنا نحن وجورجي، نحن لازمنا نكونوا مركزين، ما يهمناش شو يقول معناها المنافسه ولا الاعلام هنا، اللي يهمنا هو اللاعبين نتاعنا احنا، لازم نكونوا مركزين، لازم نكونوا كونسونتري بيان ابليكي، نعرفوا اللي فريق الاهلي ديما يقعد فريق كبير، لكن نحن كي نكونوا في نهارنا نكونوا سور تيران معناها موجودين على المستوى البدني وعلى المستوى الذهني يكونوا جاهزين كما يلزم، قدرة ربي ان شاء الله نروحوا بنتيجه ايجابيه بقدرة الله. مجد اليوم حسام بدري كان عمل سيونس دو فيزيوناج 35 مينوت ابيرمون فليها فاليا ليسبيرونس، انتم ما شفتوش الاهلي عندكم شي نقاط قوه وضعف في نتاع الاهلي معناتها؟ بيان سور ما زوز فرق نعرفوا بعضنا وتفرجنا زوز في بعضنا كسوا في البطوله العربيه اللي تعديت ولا في الماتشات نتاع الدوري المحلي نتاع الاهلي ولا نتاع نحن، معناها قاعدين نتفرجوا فيهم حتى نحن كيف تفرجنا ونعرفوا نقاط القوه ونقاط الضعف، شفنا مع الملاعبيه شنو يلزمهم يعملوا وما يعملوش، وان شاء الله نستغلوا نقاط الضعف اللي نحن شفناهم وركزوا مليح ونجموا نراقبوا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله.